السلام عليكم خاوتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديده على قناتكم كريموتيك. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم اسعار هواتف او اسعار سلسله الجالاكسي اي في السوق الجزائريه. اذا قبل ما نبداو هذا الفيديو خاوتي، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديدنا. واذا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم وديروا لنا جيم. اذا بلا ما نطولوا لكم، نبداو على بركه الله باول هاتف في السوق الجزائرية او في الجزائر، والذي هو جالاكسي اي 10. اذا جاء سعر هذا الهاتف بسعر 26000 دينار جزائري، والهاتف راه متوفر في كل الاسواق الجزائرية. اذا بالحديث عن الهاتف الثاني والذي هو جالاكسي اي 20، فجاء بسعر 35000 دينار جزائري، وراه متوفر ايضا في كل الاسواق الجزائرية. اذا سعر الهاتف الموالي والذي هو جالاكسي اي 30 اي 30، اذا سعر تاع هذا الهاتف 39000 دينار جزائري، وايضا الهاتف هذا راه متوفر في كل انحاء الولايات ولا في كل الولايات تاع الجزائر. اذا خاوتي الهاتف الموالي والذي هو جالاكسي اي 50، اذا سعر تاع هذا الهاتف 51000 دينار جزائري، وايضا هذا الهاتف متوفر في كل الاسواق الجزائريه. اذا فربما تلقوا الاسعار تختلف من كل ولايه الى ولايه، ولكن هذا هما الاسعار الرسميه في السوق الجزائريه. اذا كان هذا هو فيديو اليوم، كنت انا معكم عبد الكريم من الجزائر. الى هنا دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.